سمعت على التلفزيون اللي بيطلع اول يوم رمضان. اه بيقول اللي بكره رمضان. امتى العيد؟ على اساس اللي انت بتصوم يعني؟ ايه؟ على اساس انك بتصوم؟ لا ماما ما تردش عليا، اقسم بالله بصوم. بابا لو صمت الفطار تقول له تديني كام؟ اليوم اللي تصومه لك 10 جنيه. وانا بابا لو كل يوم صمت هتديني كام؟ انت قصدك ايه؟ بابا انا بهزر معاك. صوم رمضان ده ولا زي كل رمضان؟ نعم؟ زي كل رمضان؟ بابا واحد صامي بيهزر معاك. بهزر. شفت بابا عرفت ان انا بصوم؟ بس ساعات وانا صايم لو اكلت فرخه كامله وطلبت بيبسي مش هتفضل. مين قال لك الكلام ده؟ محمد هو اللي قال لي كده لما كان بياكل. ايه؟ يا نهار اسود. صباح الخير يا حاج، انت قلب صاحي بدري كده؟ بس انا عايز شويه حاجات يا حاج. عايز بطه. وعايزين نعمل كنافه بالمانجا. كنافة بالقشطة. ماما هو انت تفطرين اول يوم رمضان ايه؟ هعمل لكم حاجة اول مرة اعملها، بط وجلاش. اه مختلفة خالص. احنا مبدئين كده مش هنتبع رامز جلال عشان ما تجيش بقى بعد الفطار بقى وتتشكلوه الكلام دول. خلاص ماشي مش هنتفرج عليه يعني. عشان كل ما قلبه فيك يعني وبوخ قوي. هو صراحة ما قلبه فيك. اه اتفقنا خلاص مش هنتفرج عليه، هنتفرج على مسلسلات. لا ما تقلقش. بتقلبونا يا جماعة على رامز جلال كده هنشوف جايب مين؟ هنشوف جايب مين بس؟ احنا عارفين اللي مقلبه فيك معروفة يعني معروف، بس احنا هنشوف بس هو جاد مين. والله دمه خفيف والله. سوى بس نشوف المقلب بيقول ايه. رمضان بيجري بسرعة قوي. هما احنا لسه اول يوم رمضان يا بنقعد ذاكر. يا هما انا صايم، حد يذاكر وهو صايم. محمد انت رايح فين؟ راح اصلي المغرب. جدع عشان تاخد ثواب؟ لا عشان بيوزعوا لبن وطبق. فطر؟ اقعد ذاكر بقى. هو لسه فطره مش قادر شويه كده. يا ابني انت هتنام مش انت قلت هتذاكر؟ لا يا بصحينا على السحور، السحور وذاكر. يا ابن ال الله من صايم. ايه اللي جابك بدري؟ شكلت مع صاحب الشغل. انا داخل انام. لا ما ينفعش الكلام ده، لازم تحس بالصيام. لا انا داخل انام ويا ريت مش حد يصحيني، ربنا هو اللي بيحاسبني. انت اللي اتجنيت على نفسك. قوم يا ابني المغرب اذن. مغرب؟ طب كنت صحولي شويه عشان اتعب في الصيام. ده انا بضحك عليك، ده لسه العصر ما بدانش. يلا تعالى جيب لي شويه حاجات. طب شويه بابا وانا بابا صحينا على اذان المغرب. ولا حاضر. محمد الريموت بايظ، عايزك تروح تصلحه. حاضر. محمد عايزك تجيب لي عيش من المريخ. محمد تعالى شوف الفانوس ده ما بينورش ليه. الحق محمد لسه شويه الفجر يأذن. ايه؟ الله انت اللي ما قمتش بسرعه، عامل لك ايه؟